هذا سائل يسأل، أحسن الله إليك يا شيخنا، كيف أمنع نفسي من الشهوات؟ وأنا أدعو الله دائما ولكن شهوتي تغلبني. هو السائل مؤدب لم يفصل، وخير له ألا يفصل. يوجد عين شرع وعين قدر، سنأتي بمثال بس افهموه جيدا حتى لا تلقون باللائم علي. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أردف أسامة بن زيد من عرفات إلى مزدلفة، كان رديفه أسامة بن زيد. ثم اطلع صلى الله عليه وسلم وقام صلى الفجر بغلس وأخذ يدعو من المشعر الحرام، ثم قبل شروق الشمس نفر من مزدلفة إلى أين؟ إلى منى. لم يردف أسامة، أسامة أردفه في المساء، أردف الفضل بن عباس. فضل بن عباس ابن عم رسول الله، كان وسيما جميلا من بني هاشم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان في سن الشباب، وهو الآن رديف. رديف من؟ ليس رديف المفتي سماحة المفتي وفقه الله مثلا، يعني من أعلام أمتنا الأجلاء، إنما رديف نبينا صلى الله عليه وسلم. واليوم يوم عيد والرسول محرم، وهذا رديف النبي. ثم تأتي امرأة جميلة في الحديث نصا، فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. هذا شيء جسدي، لا يأتي أحد يصعد منبر ويخطب في يتكلم بعد الصلاة ويريد أن ينزع من الشباب شيء غرزه الله جل وعلا فيهم، هذا محال، لا يقع. وأي أحد يطلب الناس بشيء محال لن يقع، مستحيل. من السفه أن تقول للناس شيء محال أن يقع، هذا لا يدل على كمال عقل ولا على كمال نصح، هذا يدل على أن يشار الناس إليك بالبنان. ولذلك جل من يسلك هذا الطريق يظهر قليلا ثم يكتم الله علمه، لأنه أصلا يقول للناس شيء لا يمكن أن يقع، محال أن يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لوى وجه الفضل حتى لا ينظر، فلويه صلى الله عليه وسلم لوجه الفضل وبصري حتى لا ينظر، هذا عين شرع، الشرع يأمر ينهى عن مثل هذا. وأما القدر هو هذا شاب وسيم ويا امرأة جميلة، بدهي جدا أن يقع هذا، بدهي جدا أن يقع نظره إليها. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع ما هو مكلف به شرعا، لكنه لم يخرجه من ينزله من الدابة، ولم يوقف المسيرة إلى مزدلفة ليلقي خطبة في النظر الحرام وما إلى ذلك، فيجعل الأمر أكبر مما هو فيه. حسن النية وسلامة المقصد ليس وحده كاف لأن يرتقي الإنسان منبرا أو أن يخطب جمعة أو أن يتكلم بعد صلاة يعظ الناس. الناس هذا دينهم، فإما أن يتكلم فيه من أوتي حظا من علم على بينة، وإما أن يسكت، لم يكلفك الله. فحتى يعالج الشباب مما هو فيه أنت لا تطلب منه شيئا تعلم أنه لا يمكن أن يقع. وأنت أيها الشيخ المتكلم كنت يوما شابا وإلى اليوم هذا الأمر لا ينتهي، يبقى في الأجساد. ما دام يبقى في الأجساد كيف تعالجه؟ كيف تربيه؟ كيف تتكلم في ملأ أو تتكلم في خلأ؟ هذا أمر يختلف. أنا أعرف بعض الفضلاء جاءه شاب كذا يتوقد شهوة وظن أن الشيخ سيصفعه، لكن الشيخ سكت وأعطاه كأسا من الشاي جاءه في عمله، ثم وضع الشيخ يده على صدر ذلك الرجل والشاب وقال اللهم حصن فرجه وغض بصره واحفظ، دعا له بدعوات يسيرات. ثم جاءه الشاب بعد عام قال والله بعدها ذهب أكثر الشيء الذي كنت أجده. المقصود من هذا إنما هذه الأمور تحل بالكلم الودي، بالمعنى أنك يعني راقب الله واعلم أن الله عز وجل سيمتعك ويعطيك أعظم مما تركت إن تركته من أجله، لكن مجاهدة الترك تحتاج إلى تدرج شيئا فشيئا. لكن اجتنب أمور، من أعظم ما تجتنبه وهذا أهم قضية، اجتنب مسألة أنك عياذا بالله أن حاشاكم يعني أتكلم كلام عام، أن يأتي أحد فيتسلط على عرض مسلم أو مسلمة ثم يوثقه ويصوره ليجعله من ذلك طريقا إلى إكمال مقصوده، هذا والعياذ بالله في درك عظيم من الشقاء وفي بلاء جليل في مرتع عظيم من سخط الله. هذا لا نتكلم عنه البتة ولا يقول به عاقل ولا يرضاه مسلم لا لنفسه ولا لغيره، لكن نحن نتكلم من النظرة
العاجلة التي يجاهدها الإنسان، لك الأولى وليست لك الثانية، مما يجده الإنسان في أمور لا تخفى، في مسائل خلافية في قضية قضاء الإنسان لوطنه إذا خلا، اختلف العلماء فيها، منهم من يرى الحرمة، منهم من يرى الحل، أمور عديدة، هذا مضمار يجري فيها أقدام العلماء. ما دام تجري فيها أقدام العلماء حلا وحراما لا ينبغي التشدد فيه ولا ينبغي السؤال عنه، والمستفتي على دين مفتيه حتى ينتهي الأمر إلى أن يتزوج، يملك الإنسان مالا ثم يتزوج. لابد من الرفق بالناس، لابد من الرفق بالناس، ويعني لا نستطيع أن نقول معاصي حصلت من باب الشدة في هذا الباب. نعم.